متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. سيد الوزير، طبعا من المبكر تقييم هذه التجربة التي دخلت اليوم أو أنهت اليوم يومها الثاني، ما هي أهم الملاحظات التي تم تسجيلها خلال اليومين الأولين؟ شكرا في البداية على الاستضافة. أريد أن أولا أعبر على امتناني وإشادة بالأطر التربوية والإدارية والفرق التقنية اللي مباشرة بعد الإعلان على هذا القرار الاحترازي ديال التوقيف ديال الدراسة كانوا منخرطين بكثافة وبجدية، وابتداء من يوم السبت والأحد بداوا واكبوا هذا الاشتغال باش يوجدوا واحد العدة بيداغوجية عن بعد ابتداء من يوم الاثنين. امس كانت موعد مع هذا التعليم الجديد، التعليم عن بعد اللي عوض هذا التعليم الحضوري، ويمكن نقول بان في الاول ما غاديش يكون 100% ناجح، لان اليوم الاول كنطلبوا من الاسر باش يتساهلوا معنا هذا الاسبوع الاول، وان شاء الله يوم بعد يوم اسبوع بعد اسبوع سنحسن ونجود هذا العرض هذا الجديد. اللي بغيت نقول لي اليوم الحمد لله على مستوى التربية الوطنية بجميع أسلاكها للابتدائي للثانوي، عندنا واحد العدد ديال الآليات اللي كيرتكز عليها التعليم عن بعد. أولا واحد البوابة إلكترونية تلميذتيس، ويمكن لي نقول لكم بأن اليوم وصلنا ل 400,000 زائر، وكيمكن لها تستوعب واحد 35,000 زائر في نفس الوقت. هذه البوابة الإلكترونية مضمن فيها واحد العدد ديال المضامين والموارد الرقمية من إنتاج الأساتذة عبر فيديوهات، عبر واحد العدد ديال الوثائق الرقمية. هذه مناسبة أيضا باش نأكد بأن هذه التجربة وهذه الخبرة الحمد لله اكتسبناها هذه واحد العدد ديال السنوات، ما بديناش من اليوم هذا التعليم عن بعد. اليوم التعليم عن بعد يتم تعميمه، ولكن هذه التجربة الحمد لله اكتسبناها، وهذه التجربة ما اكتسبناها بتعليم بتكوين الأساتذة والمنتوج اليوم في المستوى اللائق. سيد سعيد أمزازي، طبعا صورة مشرقة شفناها في الروبورتاج، ولكن هل هي الصورة العامة؟ طبعا كاين أسر غير مؤهلة تعليميا باش تواكب وليداتها في هذا التعليم. الدور ديال جمعيات الآباء والأمهات والأولياء هو محوري إلى أي حد يمكن تجاوز هذه المسألة. طبعا كاينين كذلك والدين اللي مازال تيشتغلوا خارج البيت، كاين تحديات وإكراهات كبيرة جدا تحيط بعملية التعليم عن بعد، والمواطنين ينتظرون مزيدا من الحلول الناجعة. أكيد أن التعليم عن بعد ماشي هو التعليم الحضوري، ولا بد، أنا طلبت من واحد تساهل، واحد ما يعاتبوناش الأسر، لأن هذه واحد الوضعية استثنائية وخدينا واحد التدابير استثنائية. أول مرة في تاريخ المدرسة المغربية سيتم تعميم تعليم عن بعد لجميع الأطفال المغاربة. لهذا كاين واحد العدد ديال المبادرات اللي كان غادي نقوموا بها إن شاء الله باش نحسنوا باش نجودوا. طيب كاين واحد العدد ديال الأسر بحال اللي جا على كلامكم اللي ما عندهمش الحواسيب، اللي ما عندهمش الربط بالإنترنت، لهذا لجأنا أيضا بشراكة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باش واحد العدد ديال الدروس مصورة سيتم بثها على القناة الرابعة. واليوم أيضا السيد المدير العام غادي يمنحنا أيضا قناة أخرى الأمازيغية باش يكون واحد البث من 7. ألوغ هذا بالنسبة للرابعة، البث غادي يبدا من 8:30 الصباح إلى 11:00 ليلا، وغادي ايضا نستعملوا الامازيغيه، قناه الامازيغيه، باش نبثوا من 7 الصباح الى 12:00 نهارا. سيد الوزير، وغادي تكون ايضا لا سمحتي، لان هذه الامور لان عندي الكثير من اسئله المواطنين والمواطنات، بغينا نستثمروا الحضور ديالك معنا. كمل هذه المعلومه طبعا السيد الوزير، لان نعطيو معلومات للمواطنين باش يمكن لهم يولجوا لهذا المصدر ديال الدروس. بالنسبه للقناه الرياضيه غادي نخصوها
من 8 الصباح حتى 12 الليل للموارد ديال الجامعات المغربيه. تفضلي يا لالا. وميديا ان تي في ستواصل مواكبه كل هذه التدابير. سيد الوزير، بالنسبه تحدثتم طبعا عن القنوات الوطنيه المنخرطه في هذا الرهان، وكذلك قلتم بان ليس يعني جميع المغربيات والمغاربه عندهم ارتباط او لا عندهم ربط بشبكه الانترنت والحواسيب. انا غنتكلم معاك على اقتناء بطائق التعبئه يعني ديال الانترنت. الا تضرب مجانيه التعليم سيد الوزير؟ هذا امر اللي احنا في نقاش مع لاين اخ تي باش ان شاء الله هذوك لي زوبيراتور تيليكوم حتى هما غادي يساعدونا، وانا عندي اليقين بان غادي نمشيو في هذا نفس الاتجاه. اليوم هما طلبوا منا باش نعطيهم العناوين والمواقع اللي كتتم الاستعمال ديالها في اطار هذا التعليم عن بعد، وان شاء الله في الايام القليله غادي يتخذ واحد القرار على هذا الامر على التعبئه علاقه مع التعليم عن بعد. سؤالي الموالي سيد أمزازي، في حال ولا نتمنى ذلك يعني تدبير الامتحانات الاشهاديه، لا قدر الله استمرت هذه الحاله المستجده في بلادنا، كيف سيتم التعامل مع الامتحانات الاشهاديه؟ وهذا سؤال وهذا هاجس يؤرق التلاميذ والاسر ديالهم كذلك. بغيت نقول بان الان الاولويه منحناها للمستويات الاشهاديه، السنة الأولى والثانية بكالوريا، السنة الثالثة إعدادي، السنة الثالثة ابتدائي. القناة الرابعة تقريبا مخصصة غير في السنوات الإشهادية. هذا الشيء كان إن شاء الله لا استأنست الدراسة من دابا واحد الشهر ولا شهرين، غادي ننظموا واحد العدد ديال الدروس الدعم والتقوية باش نواكبوا هذا الزمن الدراسي اللي تم الضياع ديالو. وغادي نكثفوا الجهود ديالنا. اليوم الامتحانات مبرمجه ابتداء من شهر يونيو. نطلبوا الله بان ما غاديش نوصلوا في هذه الوضعيه حتى ليونيو. ما يمكنليش اليوم نقول لك بالضبط شنو هما الاجراءات اللي غادي نتخذوها. شهر بعد شهر ان شاء الله نقيموا الوضعيه، وغادي من بعد نخبركم بالامور اللي غادي ناخذوها. طبعا وكما اسلفت سنواصل مواكبه كل التدابير التي تتخذها الوزاره الوصيه بشراكه طبعا مع جمعيات الاباء ومع طبعا الاطر ديالنا الاطر التعليميه. تحيه لكل من يبذل الجهود من اجل ان تتواصل الزياره او الدراسه عن بعد. شكرا لك سيد سعيد أمزازي وزير التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كنت معنا عبر الهاتف مباشره.